أهلا بحضراتكم من جديد. بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، وذلك في أول زيارة لولي عهد سعودي منذ عام 98 و900 وألف. من المتوقع أن يجري بن سلمان محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إين وعدد من المسؤولين الكوريين الجنوبيين، تشمل قضايا اقتصادية وغيرها من مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها في هذه الزيارة بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. من العاصمة السعودية الرياض ينضم إلينا الأستاذ مبارك العاتي، المحلل السياسي. أستاذ مبارك، أهلا وسهلا بحضرتك. هل المغنم الاقتصادي أو الحديث عن أفق التعاون الاقتصادي فقط هي التي ستكون حاضرة في هذه الزيارة، خصوصا وهي ستستتبع بزيارة لأوساكا لحضور فعالية قمة الـ20؟ مساء الخير لكم مشاهدي الكرام. مؤكد أن العلاقات السعودية الكورية الجنوبية والتي بدأت 1962 شهدت تطور واضطراد في النمو ملحوظ جدا، وإن كانت في جزء كبير منها تقوم على التعاون الاقتصادي، لكن العلاقات حقيقة قوية ومتجذرة ومتنوعة. أيضا المملكة حقيقة تراهن على علاقاتها المميزة مع الدول الفاعلة على مستوى على سبيل المثال كوريا الجنوبية، اليوم باتت دولة فاعلة على مستوى الاقتصاد العالمي، وهي تعتبر الاقتصاد الرابع أو الخامس على مستوى العالم. وبكل تأكيد أن المملكة وجدت في كوريا شريكا قويا أمينا في ما تحتاجه السوق السعودية خلال رؤيتها 2030، وقائمة على التعاون والتعاضم مع الاقتصاديات الناجحة. أيضا كوريا الجنوبية في رأي واجم أنها وجدت في المملكة العربية السعودية شريكا صادقا أمينا ومصدرا موثوقا للطاقة، وهو ما تبحث عنه جميع الأسواق العالمية. مؤكد أن هذه الزيارة الهامة جدا والتي يقوم بها سمو ولي العهد ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات، إضافة إلى أنها ستشهد تدشين ثالث أكبر مصفات نفط سعودية في آسيا، والتي يعيد ترميمها بما يقارن تقريبا ما يقابل 4 مليار و200 مليون دولار، وهي تعتبر حقيقة منصة متقدمة للاستثمارات السعودية في السوق الكورية الجنوبية الناجحة. نعم، العلاقة السعودية الأمريكية علاقة استراتيجية وتاريخية، والعلاقة السعودية الأسيوية وتحديدا مع كوريا الجنوبية مثلا، وبعض الدول تقول إن لها، حضرتك تقول إن لها أصلا تاريخيا كبير، وهذه الدول بذاتها لها علاقة أيضا توصف بالممتازة وعلاقة التحالف القوي مع الولايات المتحدة الأمريكية. كيف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع التحركات السعودية الأخيرة في آسيا؟ كان هناك زيارة للصين من ولي العهد السعودي، وزيارة هذه المرة لكوريا الجنوبية تعقب بزيارة أيضا إلى اليابان. بكل واقعية حقيقة المملكة العربية السعودية دولة قوية ومؤثرة وتملك قرارها السيادي، ونجحت حقيقة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تعديد سلة تحالفاتها. اليوم نجد أن المملكة تتمتع بعلاقات قوية ومتينة ومتجذرة مع الصين، مع روسيا، مع كوريا، مع اليابان، مع الهند، مع كل القوى الدولية ومع القوى الاقتصادية. بلا أدنى شك أن ذلك قرار سيادي سعودي، أعتقد وواجب أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر أيضا الجهود السعودية وتقدر المواقف السعودية الواضحة حقيقة تجاه دعم الأمن والسلم الدوليين وتجاه دعم الرخاء الاقتصادي على مستوى العالم. وبلا أدنى شك أن العلاقات التي تقيمها المملكة مع الدول الآسيوية أو مع غيرها من القوى هي في النهاية تطوع لمصالح القضايا والأمن القومي العربي. كثيرا ما قيل أستاذ مبارك إن دولا عربية عدة عندما تؤسس علاقاتها مع تحالفات مختلفة، إنما ذلك قد يغضب الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الأحيان، أو قد يكون هذا التحرك مؤسس لدغدغة مشاعر الولايات المتحدة. أنت أشرت إلى التحركات السعودية الواسعة في مناطق مختلفة من العالم، هناك زيارة من العاهل السعودي للعاصمة الروسية موسكو، هناك زيارات متتالية لعدد من الدول والعواصم الأسيوية الكبرى. ما هي طبيعة الصيغة التي تريدها المملكة العربية السعودية مع هذه الدول سواء كانت في آسيا أو روسيا، الحليف المهم للسعودية في هذه الآونة؟ أضيف إلى سؤالك أيضا إلى أن هناك قمة سعودية روسية ستشهد قمة أوساكا لقاء بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مؤكد أيضا أن هذه العلاقات مرت بالمناسبة في إبان الرئيس الصيت باراك أوباما، مرت العلاقات السعودية الأمريكية بفترات من الارتخاء الغير مطمئن حقيقة. هذا دعا القيادة السعودية إلى الالتفات إلى تعديد سلة التحالفات وإقامة أمتن العلاقات مع القوى الدولية ومع القوى الإقليمية.
هذا حقيقة جعلنا نتخطى كثيرا سياسة الحليف الأوحد وجعل القرار السعودي سياديا قويا أقوى مما كان عليه. لكن معلش أستاذ مبارك، حضرتك أشرت إلى نقطة أن العلاقة السعودية الأمريكية في حقبة الرئيس السابق باراك أوباما لم تكن في أفضل حالاتها ولم تكن بقدر معتبر من العافية. طالما أن هذا المعطى تغير، هل ستعيد المملكة العربية السعودية النظر في أنماط التحالفات التي تشكلها، ولا ستمضي قدما فيها بعيدا حتى مع متانة العلاقات الأمريكية؟ أبدا، الواضح جدا أن المملكة ماضية في تقوية أواصر علاقاتها وتحالفاتها مع القوى الدولية ومع الأشقاء العرب أيضا. اليوم المملكة تقيم أفضل وأمتن العلاقات مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الأشقاء في كل الدول العربية، مع الأشقاء في الدول الإسلامية. اليوم المملكة تقود العمل الإسلامي، تقود العمل العربي بالتنسيق مع الأشقاء العرب. اليوم المملكة تدرك أن المصالح العربية على محك حقيقي يستدعي قيام أفضل العلاقات والتحالفات مع القوى الدولية المؤثرة على مستوى العالم. شكرا جزيلا لك السيد مبارك العاتي، المحلل السياسي السعودي منضم إلينا عبر الهاتف من الرياض. أترك حضراتكم مع إطلالة صحفية حول أبرز ما تم تداوله في هذا الإطار، زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، ومن بعدها إلى مدينة أوساكا لحضور فعاليات قمة الـ20، من بعد ذلك فاصل قصير، ومن بعده عند رأس الساعة بإذن الله جولة إخبارية مفصلة إلى الملتقى.